السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس إسلام عبد النبي. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح تراسز، تحليل إنشائي للتراسز باستخدام الكونسيستنت ديفورميشن ميثود. كنا في الجزء اللي فات شرحنا الفكرة العامة كده، وإزاي أقدر أحدد التراسز ده كام مرة indeterminate، وهل المشكلة داخليا في القوى اللي جوه الأضلاع ولا خارجيا في الرياكشنات، واتكلمنا في القصة دي وخدنا مثال على الكلام ده. برضو هنكمل في الفيديو ده بعض الأمثلة كده يعني من امتحانات في التراسز، وهنتكلم في فكرة الشيت كده بسرعة يعني ايه، بحيث نبقى قفلنا الموضوع كده بتاع التراسز إن شاء الله. طيب لو أنا جيت بصيت على التراسز اللي قدامي ده كان في امتحان 2016، دكتور محمد جاب مسألة، طبعا ده سؤال فريم وده كان تراس يعني. فبيقول لي السؤال رقم 3، فور ذا لودد شون التراس شون اللي هو التراس اللي قدامي ان فيجر 3 اللي هو اللي قدامي ده، يوزنج كونسيستنت ديفورميشن اللي هي طريقه الكونسيستنت ديفورميشن زي ما قلنا، وساعات زي ما قلنا بنسميها الفيرشوال ورك ميثود، يعني اللي هتراجع بقى الكلام اللي احنا شرحناه في الاجزاء اللي فاتت من ضمن اسمها طبعا الفيرشوال ورك. ديتيرمين ذا فيرتيكال اند هوريزونتال رياكشنز ات اي اند سي، يبقى عايز مني الرياكشنات الرأسية والأفقية عن نقطة اي وعن نقطة سي، تمام. ديو تو ذا ابلايد لودز الاحمال اللي قدامي، واسيوم الاي اي واحد، هنا الاي والاي ثابتين، يعني الاي ثابته والاي ثابته، هما الاثنين على بعض قيمتهم 1 كيلو نيوتن لكل الممبرز فول اور ممبرز. هنا مش طالب مني القوه جوه اضلاعنا، احنا برضه هنقول نجيبها ازاي، مطلوب مني الرياكشنات الخارجيه فقط، تمام. طيب زي ما قلنا كده كنا في الفيديو اللي فات، قلنا اول حاجه هبدا بيها اعمل ايه، ابدا اشوف التراس ده كام مره انديترمنت. فلما اجي اعد الانونز بتاعتي هنا قلنا عباره عن عدد الاضلاع الام زائد الار اي 3 4 5، طبعا ده تراس بيبقى دايما في الامتحانات التراس يا اما يبقى سيمبل شويه، يا اما يبقى اضلاع مش كتير او في تماثل او حاجات فيها تريكات فيها زيرو ممبرز كتيره، بحيث انك في الاخر ما تاخدش وقت كتير فيه. فيعني هي دي الفكره، دايما التراس بتاع الفاينل عاده بيبقى ايه، صغير نسبيا او ملموم شوية. طيب فهنا عندي 5 اضلاع وعندي كام رياكشن، 2 عند السي و2 عند الاي، يبقى انا عندي 4 رياكشنات، يبقى الانونز بتاعتي التوتال بتاعها 9. طب والايكويشن، الايكويشن هتساوي ايه؟ هتساوي 2 في الجي، ادي 1 2 3 4. اللي مش فاكر الكلام ده يرجع للفيديو اللي فات هتلاقوه بالتفصيل، او اللي ما شافش الفيديو اللي فات لازم يشوفه، لان كل الكلام ده احنا قلناه في الفيديو اللي فات. 2 في 4 هيبقى كام؟ 8. يبقى اذا بالنسبه لي التراس ده دي 9 ودي 8، يبقى وانس ستاتيك انديترمنت. قلنا بعد كده بنحدد المشكله دي هل هي خارجيه ولا داخليه، خارجيه يعني في الرياكشنات، داخليه يعني مشكله في القوه اللي جوه الاضلاع، فهي مشكله واحده، عايز احدد المشكله دي من جوه ولا من بره. هنا لما اجي ابص على الرياكشنات هنا في ردين فعل عند السي وفي ردين فعل عند مين؟ عند الاي، وبالتالي بقى كده انا عندي 4 مجاهيل بره اللي هم 4 ردود افعال، وثلاث معادلات بحل بيهم، معادلات الاتزان اللي هي سمشن اف اكس سمشن اف واي وسمشن المومنت. فبالتالي المشكله اللي عندي كده خارجيه، ظاهر ان كده في مشكله فين؟ في الرياكشنات. فخلاص هي كانت مشكله واحده، ده التوتال اللي احنا بنطلعه من المعادله، ده التوتال الفرق بين الاثنين دول، وهي طلعت المشكله دي خارجيه. طالما خارجيه خلاص ما ببصش جوه بقى، يبقى هي فعلا المشكله خارجيه. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احول واحده من التو سبورتس دول لرولر، يعني اشيل رياكشن، فيا اما احول الهنج اللي عند الاي رولر، يا اما احول الهنج اللي عند المين عند السي رولر، ويبقى ده المين سيستم بتاعي. طيب تعال نشوف الحل كده مع بعض، يعني ده السيستم بدايه الحل وهنكمل بقى. الدكتور محمد اختار هنا ان هو في الحل المين سيستم الرئيسي انه يخلي المجهول بتاعي هو الريكس اللي عند السي، يعني حول الرولر الهنج اللي عند السي لرولر، ده المين سيستم اللي احنا هنحل بيه. طيب بعد كده برضو كنا قلنا بسرعه ما بتعمل ايه، بتبدا طبعا ده ترس متماثل ما فيهوش اي حاجه، هتاخد الجوينت دي هتجيب الرياكشنات، هو ما فيش غير 16 فيطلع ده 8 و8 بمنتهى السهوله، وزي ما قلنا مقصوده السهوله دي ان انت ما تضيعش وقت في الامتحان في الحل، فده 8 وده 8 من التماثل، وسمشن اكس يطلع ده بزيرو. الجوينت دي لو خدتها هتلاقي عندك من سمشن اف واي هطلع دي الاف اي بي دي هتطلع ب 10 كضغط، طبعا السهم ده كده معناه ان هو ضغط داخل على النقطه، يبقى دي كانها بالنسبه لي سالب 10، ومن اف اكس هيطلع ده ب 6، طبعا الناحيه الثانيه دي زي دي لان المترس متماثل تماما، واكس طلعت بصفر، فبالتالي مفيش حاجه هنا في الاكس اصلا، مفيش رياكشن هنا، وهنا الاكس طلعت بصفر، فده 6 زي ده وده 10 زي ده، وطبعا بديهي قوي ان الضلع اللي في النص من الجوينت دي كده هيطلع كام؟ في 16 نازله لتحت، يبقى يطلع 16 لفوق، يعني 16 تنشن. يبقى انا كده حددت مين الان نود بتاعي اللي هي القوه داخل الاضلاع. شايفين انا عملتها ازاي؟ مش مطلوب منك في الامتحان تكتب اي تفاصيل تاني، يعني بتاخدش ممكن ما تاخدش منك وقت، يبقى حاجه سيمبل وحاجه سريعه وتتعمل بمنتهى السرعه اللي انا عملتها كده، يعني مجرد انك تاخد جوينت وتحلها كده بسرعه حتى لو على الحاسبه، يعني التفاصيل اللي مطلوبه منك دايما هي الايه، احنا مش في استراكشر واحد، مش بنمتحنك في تراسس او حل استراكشر واحد ازاي تجيب القوه في الاضلاع، لا احنا بنمتحنك في استراكشر 2 دلوقتي، فبيهمني كونسيستنت انفورميشن، يهمني ان انت تجيب الكلام ده بسرعه قدر المستطاع.
فهنا جبت القوة داخل الأضلاع، لازم نرسم الرسمة دي. يعني دي كده أنا مش ما يهمنيش تفاصيل حساباتها قد ما يهمني إنك جبتها. فده كده لأن النود بتاعي. بعد كده بعمل إيه؟ المشكلة اللي عندي مشكلة خارجية، فهشيل الرياكشن اللي أنا كنت أشيل كل الأحمال وأحط 1 كيلو نيوتن مكان الرياكشن اللي أنا شيلته اللي هو الإكس اللي هنا ده. مش إحنا شلنا الإكس اللي هنا، فبالتالي هحط 1 كيلو نيوتن مكان الإكس اللي هنا. من الاتزان الحاجة اللي شرحناها في المسألة اللي فاتت برضو مشابهة ليها، لو قلنا لما يبقى عندي واحد كده من سمشن اف اكس الاتزان يطلع ده واحد هو كمان، وطالما القوة ماشية في اللاين ده والسبورتس كمان على نفس اللاين، فهتلاقي القوة بتاعة التراس ده كله او الفورسز اللي بره بتتنقل كلها عبارة عن نورمال فورس في الاضلاع الافقية اللي في الخط بتاع الايه بتاع التراس ده اللي تحت ده. فهنا عندي ده واحد وده واحد، طبعا الاتنين دول ده واحد كده وده واحد كده، فالاتنين دول بيعملوا ايه؟ بيضغطوا، فبالتالي دول سالب. عشان كده الاسهم بتاعتها زي ما قلنا سهمين عكس بعض، اللي هو ايه السالب ضغط على النقطه دي ضغط على النقطه دي، يبقى سالب سالب واحد وسالب واحد لقيمه النورمال اللي هنا. طب كل الاضلاع اللي فاتت اللي فوق دي بكام؟ هتطلع برضو بكام؟ بصفار. وشرحنا الكلام ده برضو في مساله مشابهه بس كانت اكبر شويه في الفيديو اللي فات. تمام، طيب كده قدرت اجيب ان نوت وان واحد نفس السرعة اللي أنا عملتها، مش مطلوب إنك أكتر من كده. قلنا بعد كده بنبدأ نعمل إيه؟ نيجي بقى نرتب الكلام ده في جدول، لأن أنا عايز أعوض في المعادلة بتاعة الوانس اللي فاكركم اللي فاكرها من اللي هي دلتا واحد نون زائد إكس دلتا واحد واحد، طبعا دي موجودة في البيم وفي الفريم وفي التراس، وعاوز أعوض في المعادلة دي، فمحتاج أحسب دلتا واحد نون ودلتا واحد واحد. طيب بنعمل الجدول الظريف ده. قلنا لما يعني المسألة اللي فاتت كنا عملنا الجدول في اتنين، احنا هنعمل يعني على جدولين، لا احنا قلنا دايما الأسهل نعمل على جدول واحد زي ما انتم شايفين كده. فكل اللي هعمله اعمل ايه؟ الممبر اللي عندي اكتب اسماء الاضلاع بالاسماء، بسمي عددنا اسماء الاضلاع بالنقط، ادي اي بي ادي اي دي ادي بي سي وهكذا اللي هم قدامي دول 5 اضلاع. الان نوت هي عباره عن القوه في كل ضلع نتيجه الاحمال الاصليه اللي هي الرسمه دي. طيب ام اي بي طلعت الفورس اللي فيه كام؟ 10، ودي ضغط السهم ده ضغط على النقطه ضغط على النقطه، يبقى ده سالب. هيبقى في الجدول ناخد بالنا من الاشارات، اللي سالب الكوميشن يتحط سالب والتنشن يتحط مور. برضو بي سي من التماثل سالب 10، سي دي اللي هو هنا ده او سوري ده 6، واي دي برضو ب6 بالموجب شد، وبي دي طلع تنشن برضو 16، يبقى دول 5 اضلاع اللي عندي. طب ان واحد، ان واحد برضو عندي كل قوة في كل ضلع فيهم، هنبدأ برضو نفس الترتيب، اي بي بصفر بي سي بصفر سي دي ده سالب واحد، يعني ده كده انديكيشن ان هو كومبريشن، وده برضو سالب واحد، والدي سي او البي دي ده بكام؟ بصفر. طيب بنحط ال ال اللي هو طول الممبر، طبعا طول الممبر طول ضلع عادي جدا بفيثاغورس او طول عدل او مايل عادي، يعني مثلا اي بي ده طول مثلث مايل، يعني طول المايل بتاع الوتر بتاع المثلث ده اللي هو ده 3 وده 4 يطلع ده 5 وده برضه 5، وعندي ده 3 وده 3 وده 4 اللي هي الاضلاع الاطوال اللي كانت جايه عندي في المساله اصلا. هنا بقى ناخد بالنا من الحته دي، الاي دايما عاده ثابته، هو هنا قال لي الاي ايه على بعضها ثابته، انما في بعض الاوقات بغير لك الاي، يعني نادرا لما الاي دي فاكتور في الماده لو معامل يانج، فطبيعي ان انا مش هعمل ترص حته خرسانه وحته مثلا ستيل، يعني عاده كله بيبقى ايه الاي بتاعته ثابته، انما ممكن اغير الاريا بتاع القطاع، اغير السكشن بتاع القطاع، فبالتالي اوقات اغير لك الايه. انا هنا دايما عايزك تتعود ان دايما في خانه للايه هنا، يعني الاي ايه هنا بواحد كله، عشان هو كان قايل لي ان كله واحد، ممكن الغيها خالص طالما يعني انها كلها زي بعضها او ما جابليش سيرتها، فالخانه دي انا ممكن استغنى عنها خالص او احطها واحطها كلها بواحد زي كده. انما في مسائل زي كده مساله الشيت هتلاقي الاي مكتوبه 2 ايه 3 ايه، او اكتبها لك بالارقام اقول لك الاريا مش عارف بمثلا سي 300 سنتيمتر مربع 500 سنتيمتر مربع، اي اريا يعني مختلفه، فبالتالي الاريا هيبقى لها خانه في الجدول هنا. تمام، طيب نيجي نتكلم فيه، انت عايز دلتا واحد نوت، دلتا واحد نوت بتساوي ان نوت في ان واحد في ال عليه ايه، فاكرين القانون اللي هو بتاع دلتا واحد نوت شرحناه قبل كده، طبعا هتدرب الكلام ده مش اكتر، وتقسم عليه ايه. لو الايه ثابته زي هنا بواحد خلاص، طب لو الايه دي 2 ايه ودي 3 ايه ودي 5 ايه، يبقى كل واحده هتحط الفاكتور بتاع الايه جنبها هنا وتقسم عليه وانت شغال، وعاده الايه بتبقى ثابته. في الحسبه دي كلها هجمع الكلام ده اطلع دلتا واحد نوت السمشن. طب دلتا واحد واحد ان واحد في نفسه عليه ايه برضه، ادي ان واحد ضربه في نفسه وكل خانه من دول حطهم هنا وجمع يطلع لك الرقم ده. طيب بعد ما بخلص الحسبه دي خلاص ادي الدلتا واحد نوت زي ما قلنا، وادي الدلتا واحد واحد، عوض في المعادله بتاعه النورمال ستريس بتاعه سوري الكونسيستنت ديفورميشن اللي هي معادله السوبر بوزيشن، هيطلع لي دلتا واحد نوت زائد اكس واحد دلتا واحد واحد بتساوي زيرو، عوض تعويض مباشر طلع ان الاكس ده بيساوي سالب 36 على 6، يعني او سالب في سالب بموجب، يعني موجب 6، موجب 6 يعني اتجاهه صح، انا كنت فاضل الاكس كده داخله لجوه يبقى هي فعلا رايحه ناحيه الشمال او داخله لجوه كده.
طلعت سالب على اني عكس الاتجاه. طب هو كان طالب مني ايه في المساله دي؟ كان طالب مني في المساله دي الرياكشنات بس عشان ما يطولهاش، انما احنا هنقول ازاي برضو بسرعه كده نحسب الفاينل فورسز في المنبر. طالما الرياكشنات بس خلاص القصه خلصت، ادي الرسمه الاخيره اهي، ده 6 من سمشن اف اكس، مفيش حاجه غير ده هيطلع 6. وطبعا هتلاقي من التماسك كده كده الواي مش قيمتها مش هتتغير، احسب الواي هتلاقي هي زي ما كانت في الام نوت اللي هي 8 و8 ان نوت يعني. المهم كده انا جبت الرياكشنز اللي هو كانت مطلوبه. طب لو طالب مني الفاينل فورس في الممبرز قلنا نعمل ايه بقى؟ نيجي هنا كده، نيجي عاملين خانه كمان كده جنب الجدول. لو طالب مني الفاينل فورس في الممبرز هنيجي عاملين خانه كده في الجدول، الخانه دي هنكتب فيها الان ايه؟ الان فاينل بتاعتي. وقلنا الان فاينل بتساوي ايه؟ اللي فاكر بتساوي ان نوت زائد قيمة الاكس. هنا قيمة الاكس بإشارتها ما تغيرش اتجاهات ولا حاجة، أو تعملش أي تصلحش أي حاجة، يعني موجب موجب سالب سالب. يبقى ان فاينل بتساوي ان نوت زائد اكس في ان واحد. ادي ان نوت ضلع اي بي، طبعا عايز اجيب لي اي بي زائد الاكس، قيمة الاكس طلعت بكام؟ بستة، اضربها في ان واحد وتعوض طلع الناتج اللي هنا، وهكذا. كده انا اجيب الفاينل فورسز في الممبر باستخدام معادلة السوبر بوزيشن. طبعا الدكتور انا ما عملهاش في مود الانسر ليه؟ لان كده كده ما كانش طالبها، هو كان طالب الرياكشنز بس، فكان بالنسبة لي هو الجزء اللي هي الرياكشنات، وكانت القصة بسيطة جدا وانتهت على كده. فدي مسألة موجودة في امتحان سنة 2016، طبعا زي ما قلنا عادة بتبقى المسائل اللي هي ملمومة شوية كده، ما بتبقاش كبيرة، أو يا إما تبقى كبيرة وفيها تماثل عشان يبقى اليمين زي الشمال، بحيث إيه حتة الوقت بس، لأن طبعا إنك تحل القوة في الأضلاع والكلام ده بتاخد إيه وقت. وبرضه اللي فاكر في الفيديو اللي فات شرحنا بالتفصيل ازاي اقدر بسرعه، لو في يعني مش بالتفصيل طبعا ممل يعني، استراكشر واحد المفروض تراجعه، انما حتة تريكس كده ممكن ازاي تحسب القوة في الاضلاع بسرعه، ازاي تتحرك يعني، قلت كده ايه نبذه بسيطه عنها كده، بحيث برضو اللي عايز يستخدم حاجه زي كده مفيش اي مشاكل. فكده خلصنا المساله دي وحسبت القوة في الاضلاع كمان، وحسبنا الرياكشنات اللي كانت مطلوبه اصلا في المساله. طيب نشوف بقى مساله تانية. دي كده المساله دي والمساله بتاعت الفيديو اللي فات كانوا اتنين اكسترنال. طب لو انا عندي حاجه زي كده، السنه مش فاكر سنة كام بصراحة، أشوف السنة دي سنة 2017 2018، دكتور محمد جاب تراس برضو إلى حد ما سم زي ما احنا شايفين. التراس اللي قدامي ده بيقول لي for the shown truss using the consistent deformation method determine the forces in all members of the truss. حدد بقى المرة دي ايه؟ اه قال لي القوة في الأضلاع كلها، وأسيوم ال EA واحد، برضو مثبت ال E وال A لكل ال members. طبعا زي ما قلنا ثابتة أو مش ثابتة هي ما بتفرقش كتير ال area لما تبقى متغيرة. طيب هنا بقى لما نيجي نعد نرجع نفس الحسبة تاني، هقول والله الانونز بتاعتي بتساوي المعادلة الاضلاع زائد الرياكشنات، فانا هعد ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عندي كام ضلع؟ 6. هنيجي لسؤال مهم اوي ناس كتير بتسأله دلوقتي، هل الضلع ده كده اللي انا بشاور عليه اللي هو اي دي ده، اعده ضلع واحد ولا اعده ضلعين؟ يعني ده ضلع وده ضلع، يعني تاني نعملها بالوان كده عشان تبان، هل اي دي ده عد واحد ولا عد اللي انا معلم عليه باحمر مع الازرق ده واللي معلم علينا ده مع ده كمان ضلع؟ ما تفرقش حاجه، ما تفرقش حاجه ليه؟ انا في النهايه يهمني النتيجه، هل هو كام مره انديترمنت؟ النتيجه مش هتتغير بشرط، لو انت حسبت ده ضلع واحد يبقى النقطه دي مش نقطه، يبقى ما تحسبش معاك في الجوينتس انها نقطه. طب لو حسبت ده ضلعين يبقى النقطة دي اه شغالة معايا انها نقطة، في النهاية نتيجة واحدة. يبقى لو حسبت ايه، طبعا انا هحسبه ضلع واحد مش فارقة، انما لو حسبت الدي اللي نقطة اي دي ده ان هو ضلعين، على النقطة دي نقطة، يبقى تاخدها معاك في العد انها نقطة، ما حسبتوش مش فارقة كتير، نتيجة واحدة. جرب كده وجرب كده هتلاقي الكلام واحد. فهنا الانونز بتاعتي ادي 1 2 3 4 زي ما عدينا 5 6، الرياكشنات عندي 2 و1 دي رولر، يبقى ده 3، يبقى كده بالنسبة لي ده الانونز ب9. طب والايكويشن 2 في الجي، هنا خلاص دي مش نقطة، طالما انا عديت دول يبقى انا عندي 1 2 3 4، وطالما انا عديت دول ده ضلع لوحده وده ضلع لوحده، يبقى خلاص دي 2 في 4 ب8، يعني كده بالنسبة لي برضو مازال ايه وانس ستاتيكال ايه انديترمنت. كلام جميل. نيجي احنا دلوقتي عرفنا ان مجموع المشاكل اللي عندي في المسألة واحدة هي وانس ستاتيك انديترمنت. طيب ابدا احدد هل الوانس دي انترنال ولا اكسترنال، بنحدد ازاي؟ قلنا في الاول ابص بره، ابص على مين؟ على الرياكشنات. الرياكشنات انا عندي كام رد فعل هنا؟ عندي 2 عند الاي وعندي 1 عند البي. طيب 2 عند الاي و1 عند البي بقى 3 ردود افعال، وانا بحل بثلاث معادلات اتزان اللي هم سمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن المومنت بيساوي صفر، فبالتالي كده انا ما عنديش مشكله خارجيه، ثلاث مجاهيل وثلاث معادلات، يبقى اذا المشكله فين؟ المشكله هنا داخليه. طيب المشكله داخليه قلنا دايما منظر الكروس ده، يعني حتى لو ترس كبير شكل حتى لو جزء من الدواء انا واجيب لك ترس صغير، لو حتى لو ترس ده كبير شكل الكروس ده زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات عاده ده بيبقى اند تيرم، ده طبيعي بيبقى اند تيرم.
طيب فانا هنا هعمل ايه؟ هضطر اشيل حاجه من الجزء اللي في النص ده، ممكن تشيل حاجه من الراس على فكره الافقي ده عادي، طالما التراس مش هيبقى ستيب يعني مش هيبقى فيه مشكله في الاستابيليتي، هيفضل ستيب ومفيش اي مشكله. شيل ده شيل ده مش هيفرق، شيل ده. هنا طبعا انا هشيل ضلع من المايلين يعني، تمام. فانا هختار ضلع من الاضلاع اللي مايله دي، يبقى هو الاكس بتاعتي. فاحنا هنختار ده عشان هو ده المود الانسر، طبعا ممكن تحل بحاجات تانية كتير. هيبقى ده الاكس بتاعي، ان انا هشيل الضلع ده، هلغي المجهول ده. طيب لما الغي الضلع ده يبقى ده الاكس بتاعي، الضلع السي بي ده هيبقى مش موجود معايا. ايه اللي هيحصل؟ هيبقى شكل المين سيستم بتاعي اللي قدامي ده. طيب عندي هنا 10، برضو نشغل دماغنا يعني. بص يعني اللي شغل دماغه هيلاقي الدكتور محمد عادة، ومعظم دكاترة الاستراكشر بيعملوا القصة دي، ان اديك تريكات كده تنجز معاك في الحل. بص كده على حل الترس ده، وهو يعني كان متعمد يسهله اقصى ما يمكن يعني. بص كده، بص بصة بسيطة كده. دلوقتي ايه اللي عندي هنا؟ ما عنديش غير في المسألة غير 10، العشرة دي جاية على السبورت دي بالظبط يعني، اللاين ده كده ماشي عليه العشرة. فبالتالي من يعني من التزام مومنت هنا بأي طريقة هتلاقي أصلا كده كده العشرة طالما جاية فوق السبورت، السبورت هتشيله كلها، يبقى دي العشرة الرياكشن كله هنا 10. طبعا الإكس بزيرو والواي هنا هتطلع بصفر، لأن الحمل ده كله جاي في قصاد دي كده، وطالما جاي قصاد السبورت دي رأسي كده، يبقى هي رد الفعل هتشيله كله. فبالتالي الواي بي بزيرو، بالتالي إكس إيه بزيرو، وهي بس واي إيه اللي بكام؟ بالعشرة بتاعتي. طيب نيجي نجيب القوة في الأضلاع، ده مفيش أسهل من كده. تعالى خد الجوينت دي كده، الجوينت دي فيها ضلعين بقى، أعرف أبدأ بيها. مفيش حاجة في الإكس، والواي طلعت بزيرو، يطلع ده زيرو ممبر وده زيرو ممبر اللي فاكر الزيرو ممبر بتاع زمان. طب ده زيرو ما عادش موجود، بقت دي جوينت فيها ضلعين معلهاش أحمال، حالات بتاعت الزيرو ممبر بتاع زمان، وبقى ده خلاص بزيرو ملوش لازمة، فده يبقى صفر وده يبقى صفر. أمال إيه الفورس اللي عندي؟ هي في الضلع ده بس، العشرة نازلة يطلع ده عشرة طالعة، يعني طالعة لفوق، يعني ضغط على النقطة، يعني ده بالنسبة لي سالب، تمام. يبقى إذا بالنسبة لي أنا ما كانش عندي في إن نود غير الإي سي فقط لا غير، والفورس اللي فيه بسالب كام؟ بسالب 10. وحل التراس ما خدش دقيقتين. دايما دكتور محمد ومعظم دكاترة الاستراكشر بتتعمد الحاجات دي، إن أنا أخليك تنجز في الحل بتاع الأضلاع قدر المستطاع، وخاصة دكتور محمد يعني بيحب يبقى إيه، يعني يختار كده حاجات في الأضلاع دي تبقى إيه، فيها تريكس كده كتير، تمام. مش تريكس الصعب، تريكس الاسهل، بس اللي فاهم يعني تبقى اللي دماغه شغاله وفاهم الكلام ده. طيب هنيجي بعد كده بقى نعمل ايه؟ نركز مع بعض بقى دي يعني. هنيجي نعمل ايه؟ مش انا شلت الاكس اللي هنا، اللي هي الاكس بتاعتي هو اللينك ممبر اللي هنا ده، اللي هو البي سي او السي بي. هنا لما اجي احط اللي فاكر منكم زمان ستراكشر واحد، كنا بنقول اللينك ده جواه كام ضلع، جواه قصدي كام قوه، كنا بنقول اللينك ده قوه قوتين عكس بعض، دي حاجه داخليه، فدايما قوة قوتين عكس بعض. المنظر ده شد يعني السهمين طالعين بره النقطة، والمنظر اللي هو العكس اللي احنا شرحناه من شوية ده ضغط. طيب هنا لما اجي اشيل لينك ممبر، ما ينفعش احط 1 كيلو نيوتن او 1 طن حسب الوحدة اللي انا شغال بيها، لا لازم احط 2 كيلو نيوتن في وش بعض. مش ليه؟ لان هنا في كام فورس، في واحدة هنا وفي واحدة هنا، ما ينفعش تحط واحد بس. لكن في حالة الرياكشن الخارجي يعني في أي حاجة خارجية ساعتها، حتى في البيم والفريم أي حاجة خارجية، كنت بحط 1 طن أو 1 كيلو نيوتن حسب اليونت اللي أنا شغال بيها مكان المجهول اللي أنا شلته. إنما لما بيبقى عندي حاجة زي لينك كده أو أي حاجة انترنال بشكل عام، حتى لو بيم وفريم يعني ما خدناش كلوزد فريم والكلام ده، إنما حتى لو بحل حاجة انترنال ساعتها ما بحطش واحد بس، بحط 2. فهنا أنا عندي 1 كيلو نيوتن كده و1 كيلو نيوتن كده، كده هفرضهم شد، تمام. يبقى مكان السي ده هحط كام؟ نركز كده دقيقة، هحط واحد كده وواحد كده، تمام. طبعا كده هفرضهم شد، ممكن افرضهم ضغط، الفرد ده براحتي انا، كده بفترض انه هيطلع شد، طلع موجب يبقى صح، طلع سالب معناه انه هيطلع ضغط. طيب هترجع تعمل ايه؟ هرجع احل الترس تاني بالكامل، يبقى هرجع اعيد حل الترس ده بالايه؟ بالكامل بسرعة برضو بقى، تاخد الجوينت دي تحلها. طبعا الواحد ده مايل، والزاوية دي 4 و4 يعني الزاوية 45، يعني المثلث القائم ده 4 و4 مساوي الساقين، فالزاوية دي كام؟ 45. طيب طالما 45 خلاص يعني القصة بتبقى أسهل، هتبقى مفيش يعني كوزاين والساين كلهم واحد على جذر 2، وهتحل عادي خالص. من سمشن اف اكس هتطلع مجهول، من سمشن اف واي هتطلع مجهول، وهتحل باقي الأضلاع هتلاقي الفورس زي ما طلع قدامك كده، ده سالب كومبريشن سالب، ده تنشن، وهكذا. كده أنا جبت ان واحد جرام بتاعي. طيب بعد ما جبت ان واحد وجبت ان نوت هعمل ايه؟ ابدا اعمل الجدول اللي احنا شرحنا فيه المساله اللي فاتت. هالممبرز بتاعتي انا عندي 6 اضلاع، اكتبهم اي بي سي دي اي سي بي دي اي دي، واحط حتى الممبر اللي انا شايله ما انساش دي، يعني الممبر اللي انا شايله طالما انترنال بالذات بتفرق معايا الجزئيه دي، يعني بحطها معايا عادي خالص، تمام. يبقى الممبر اللي انا شايله انا حاطه معايا ايه؟ كضلع عادي.
نيجي لان نوت، النوت قلنا كله كان بصفر ما عدا سي دي هو اللي كان سالب 10. ان واحد قيمه كل فرصه في الضلع اللي طلعت معايا زي ما طلعت معايا في ان واحد هنا، ولازم الرسمتين دول جزء من الحل لازم يترسموا كده، ما يهمنيش تفاصيل بس يهمني رسمه عليها الفورسز. تمام، هتحط القيم اللي موجب يعني تنشن، والسالب يعني كومبريشن. طيب ال ال الاطوال بتاعت كل منبر طبعا ده 4 وده 4، والمائد بفيثاغورس هيطلع 5.56 او 6.57. الاي ايه كان قايل لي بواحد، وقلنا برضو زي ما تشوف كده في فكره مساله الشيت هقول لك الاي دي 2 ايه و3 ايه، ساعتها هتحط الفاكتور ده في الخانه دي مش اكتر من كده. يعني الجدول اللي هيتغير ان الاي ايه بتاعته ب2 مثلا، هتحط هنا 2، حط هنا مش عارف 3، حط هنا 1 حسب الاي ايه بتاعتك بكام. طيب نيجي نجيب دلتا 1 نوت، عباره عن النوت في ان 1 في ال على الاي ايه تجميع تضريبي، طبعا مش هيطلع فيها قيمه غير دي لان كل دول كان فيهم ان واحد بكام؟ بصفار. نيجي لان واحد في نفسه، هنحسب بقى لان واحد عندي في نفسها في ال ال على الاي ايه، طلع القيم دي سمشن الكلام ده الخانه دي كده هتطلع لي دلتا واحد نوت، سمشن الخانه دي هيطلع لي دلتا واحد واحد. طب سيب الخانه الاخيره دي هنتكلم فيها كمان شويه، هعوض في المعادله بتاعت الوانس عادي خالص، اقدر اطلع منها مين؟ الاكس بتاعتي. طبعا طلعت سالب معناها ايه؟ معناها ان الفرض اللي انا كنت فرضه غلط، انا فرضتها تنشن. سالب مش معناه انها كومبريشن، مش شرط يعني، انت عكس الفرض اللي انت فرضته. انا فرضت الواحد طن اتنين في وش بعض كده، والفرض ده كده معناه ان بيشد النقطه دي وده بيشد النقطه دي، يعني الفرض ده ان الفورس طلعت تنشن، طلعت سالب معناه انها كومبريشن. انما وانا بجيب الفاينل فورس انا بتعامل معاها بالاتجاه عادي بالمعادله عادي. طيب جبت الاكس، هو عايز مني ايه؟ الفاينل فورس في الخانه الاخيره دي اللي هي الان فاينل. قلنا الان فاينل يعني مش مكتوبه بس دي في المودل انسر، انما الان فاينل بتساوي ان نوت زائد اكس في ايه؟ في ان واحد، تعويض مباشر مش اكتر. ان نوت هنا بزيرو زائد الاكس، اكس طلعت بكام؟ باشارتها ما ننساش، اكس طلعت سالب 1.464 اللي طلعت معايا من المعادله دي. سالب معناها ايه؟ تحطها هنا سالب، يبقى سالب اكس في ان واحد تطلع موجب في الاخر، لانها سالب في سالب موجب وان نوت بزيرو، تعويض مباشر. ان ان السي دي الفاينل بتاعه سالب 10 سالب سالب ال 1.46 في كام؟ في سالب 0.707، يديك الناتج ده، وهكذا اطلع الفورسز في مين؟ في كل الممبرز اللي هو المطلوب اللي كان طالبه قوه في كل الايه؟ الاضلاع. طب لو طالب رياكشنز، لو طالب رياكشن زي المساله اللي فاتت شرحناها من شويه، هنكمل بقى عادي ستراكشر واحد مش مشكله، اجيب سمشن اكس وسمشن واي ومومنت واتعامل عادي خالص كده كده، حتى ايه الدكتور محمد جايب لكم الفورس وحاطط لكم قيمه الرياكشنات النهائيه. طبعا حتى قيمه الرياكشنات النهائيه هنا في الحاله دي برضو مش هتتغير حاجه عن ان نوت. ليه؟ لان انا ما جيتش جنب الرياكشنات اصلا، كده كده انا ما كانش عندي مشكله في الرياكشنات، انا كانت لان الترمانسي اللي عندي داخليه، فبالتالي الرياكشنات كنت اعرف اجيبها، انا ما كانش عندي مشكله في الرياكشن في التراس الاصلي، وما جيتش جنب الرياكشنات في حاجه، فنفس الرياكشنات اللي كانت موجوده بره في ان نوت هي هي الرياكشنات الموجوده يعني. ولازم ارسم رسمه في الاخر واحط عليها الفاينل فورسز في الممبر. عايز تكتب تنشن ماشي، عايز تعمل اسهم ماشي زي ما قلنا، عايز تحط الاشارات ماشي، المهم انك في الاخر تميز لي الفورس زي تنشن ولا ايه ولا كومبريشن. تمام، وبكده برضو دي مساله بتاعه سنه 2018 2017، جابله كان مثال لذيذ كده يعني ايه، بس طبعا في تريكات في حته ايه انك تنجز الحل. طيب خلصنا كده يعني كامثله، هقول بس كده ايه بسرعه كده الافكار اللي في الشيت عشان الناس برضو اللي سالت فيها، بحيث الناس تبقى عارفه ايه الافكار اللي في الشيت. اللي في الشيت اللي طبعا ده كان شيت كونسيستنت كامل يعني الخمس مسائل دول شرحنا طبعا في البيم والفريم قبل كده، انا بس هقول بسرعه كده مين المسالتين اللي هم بتوع التراسز اللي موجودين دول. تمام، المساله دي اللي هي رقم 5 دي مساله سهله جدا، اللي عندي يعني اقول فكرتها كده بسرعه، اللي عندي هنا الانونز هتلاقي عندك ادي 1 2 3 4 5 اضلاع، وعندك اربع مجاهيل، دي هنجد ودي هنجد دي هنجد، يعني دول هنجد يبقى ردين وردين، يبقى اربع ردود افعال 5 و4 9، وطبعا الايكويشنز 2 في 4 3 8، يبقى دي هتلاقي ايه؟ وانس ستاتيكالي انديترمنت. طيب نيجي نبص عليها، هل الوانس ده داخلي ولا خارجي؟ هلاقي هنا عندي اربع ردود افعال، طالما عندي اربع ردود افعال انا عندي ثلاث معادلات، يبقى المشكله هنا خارجيه مش ايه؟ مش داخليه، يبقى هي وانس ومشكله اكسترنال مش انترنال، فانت هتحول واحده من دول لايه؟ لرولر وتحل، هي تحول دي رولر يعني ممكن تحول مثلا سي دي رولر او تحول دي لايه؟ لرولر. تمام، وساعتها شلت الايه؟ الواي اللي هنا ما ننساش، لو انا حولت دي رولر يبقى ما زائد اكس هو اللي شغال معايا، انما الواي هو اللي هيبقى الاكس بتاعتي، او براحتك عايز تقلبها كده وتبقى هتشيل الاكس او تحول دي في النهايه انك هتشيل مجهول، فدي كانت هتتحل دي وانس ستاتيك انديترمنت والمجهول بتاعي واحد خارجي. طيب هنيجي للمساله اللي جنبها، هتلاقي عندك ترس كبير شويه، طبعا انت بتحل في البيت يعني في فرق، من اجيب لك مساله في امتحان فبقول لك صغيره، وفي فرق بديك شيت فانت بتحل في البيت فتاخد ان شاء الله اسبوع، يعني مش هتفرق معانا حاجه، انت معاك وقت كتير في البيت، فعشان كده مسألة كبيرة شوية لكن تعالى تحل في البيت.
هتيجي تعد دي هتلاقيها برضو once statically indeterminate، يعني لما تيجي تعدها هتلاقيها برضو ايه once statically indeterminate. طيب ال once دي خارجيا ولا داخليا؟ هتلاقي برضو هنا اتنين هنا ردين فعل دي هنجد، والرا دي رد فعل واحد، فبالتالي هلاقي كام رد فعل؟ تلات ردود افعال. طيب تلات ردود افعال وانا عندي تلات معادلات بحل بيهم اكس وواي ومومنت، يبقى بالنسبه لي مفيش مشكله اكسترنال، هي مشكله وانس، والوانس المره دي انترنال. واحنا شرحنا قلنا ان لما يبقى عندي زي مستطيل او مربع او اي شكل في اربع اضلاع وجواه كروس كده، الجزء ده ديترمن، ما ينفعش اشيل من هنا، ما ينفعش اشيل، لازم اشيل من الحته دي، هي دي اللي فيها المشكله. فانت هتختار ضلع من دول وتعتبره هو مين؟ المجهول بتاعك. بس المجهول ده افترضنا مثلا ان هو يبقى ده الاكس بتاعي، المجهول ده كده انترنال، يبقى لو انا بحل احط هنا 2 طن في وش ايه؟ في وش بعض. هتلاحظ بقى حاجه غريبه في الحاله دي لما تيجي تحل، يعني عشان برضو محدش يستغرب الكلام ده، انت لما تحط دي كده في حاله الايه؟ الاحمال الاصليه هتحل عادي، هتحل الترس بالكامل. في حاله الواحد طن هتحط 1 طن كده او 1 كيلو نيوتن كده ايا كان، يعني اليونت احنا شغالين بيها دي طن، فده 1 طن كده وكده. هتبص تلاقي الرياكشنات في الحاله دي بيطلعوا بصفار، الحاله دي كده جرب هتلاقي الرياكشنات بيطلعوا بايه؟ بصفار. وهتلاقي كل الاضلاع ده طلعت بصفار، هتلاقي الفورس كلها متركزه فين؟ في المنطقه اللي فيها الفورسز بتاعت الواحد دي. يعني لما تيجي تحل حاجه زي كده ما تستغربش، هتلاقي تركيز الفورسز كلها موجوده هنا، كل دول هتلاقوا بيطلعوا بايه؟ بصفار، وردود الافعال نفسها بصفر، لانك لما تاخد مومنت على النقطه هتلاقي الواحد المايل ده بيروح مع الواحد التاني، فبالتالي حتى لو حللته يعني هيطلع في النتيجه برضو ايه؟ بصفر. فيعني برضو ده ما تستغربش الحل وانت بتحل. طيب نيجي للحاجه التانيه اللي برضو موجوده هنا لازم ناخد بالنا منها، ايه الاريا دي؟ هنا الراجل مش جايب لي الاريا ثابته، زي ما قلنا كده في المساله اللي فاتت الدكتور بيديك الاي ثابته، هنا الاي مش ثابته، طبعا الاي ثابته انما الاي هنا مغيرها لي، قايل لي الاي ايه الاضلاع المايله مزود الاريا بتاعتها مخليها 2 ايه، طب هتفرق معايا ايه؟ ولا حاجه. هاجي هنا اهو نرجع للمساله اللي فاتت في الجدول اهو، كل اللي هعمله عملي شايفين الخانه بتاعت الاي، مش لازم تكتب الاي، الاي ثابته او كتبت الاي ايه مش فارقه. هنا قصاد الضلع اللي الاي بتاعته بفاكتور باتنين هتحط اتنين، اللي فاكتور بتاعه واحد حطه بواحد، وانت بتقسم هنا كل ضلع ان نوت في ان واحد في ال، لو بتقسم على دي ايه؟ لو دي اتنين بتقسم على اتنين، لو دي واحد بتقسم على واحد، هو ده الفرق الوحيد. يعني ما هياش يعني ايه حاجه تخوف او حاجه يعني ايه صعبه او كده، مجرد بس ان انت ايه بتعوض بالفاكتور بتاع الاريا ده، ولو حتى اديتها برقم بتحط لها رقم في الجدول تقسم عليه، لكن يعني طبعا عاده بنديها فاكتور في الايه، يعني بحيث اوريك ان الاريا هنا نص الاريا اللي هنا وهكذا. فدي كانت الافكار برضو بتاعه الايه الشيت، عشان الناس برضو اللي ايه سالت فيها يعني او واقفه معاها بعض الحاجات البسيطه، بحيث كده يبقى احنا كده ايه غطينا موضوع الترس تماما، وغطينا كده درس الكونسيستنت ديفورميشن كله، يعني في حالات تانية بتاعه الهبوط ودرجه الحراره والكلام ده، انما الدكتور محمد ما بيهتمش بيها، يعني ايه مش ملزمين بيها يعني. تمام، فاحنا كده خلصنا درس الكونسيستنت ديفورميشن كله، سواء بيم او فريم او تراس، اتكلمنا فيه من البدايه للنهايه على تقريبا ده خامس جزء او سادس جزء بالتفصيل، وشرحنا كل حاجه فيه، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا اتمنى انكم تشتركوا في القناه، هيبقى عليها كل جديد بقى في الدروس اللي بعد كده، الحاجات القديمه برضو هنزل لها فيديوهات، وطبعا هيبقى برضو عليها حاجات كمان في الخرسانه في ستيل قدام، يعني هتبقى ان شاء الله قناه خاصه بكل ما يهم الهندسه المدنيه باذن الله تعالى في الايام اللي جايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.